مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة اليوم، البارحة قام مؤتمر أو أقيم مؤتمر المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة السورية. طبعا مجلس سوريا الديمقراطية هي مظلة للعديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية، وتم الحديث في هذا المؤتمر عن مختلف الظروف السياسية الحالية التي تمر بها سوريا بشكل عام وشمال سوريا بشكل خاص، وتم إعادة هيكلية مجلس سوريا الديمقراطية وانتخاب رئاسة مشتركة جديدة. بقي الشيخ رياض قائما على رأس عمله كرئيس مشترك، وتم انتخاب السيدة أمينة عمر كرئيسة مشتركة للمجلس، وأيضا تم تشكيل مجلس رئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية وأمور أخرى نناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو في مدينة عين عيسى بشكل حي ومباشر عبر قناتنا قناة اليوم. نستضيف معنا الشيخ رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية. أهلا وسهلا بك الشيخ رياض. والسيدة أمينة عمر أيضا الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أهلا وسهلا بك ونبارك لك أيضا هذا المنصب الجديد. والسيد سمير هواش وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، أهلا بك أستاذ سمير. نبدأ من عندك شيخ رياض، يعني أنتم قررتم إقامة هذا المؤتمر في الداخل السوري وبشكل خاص في مدينة الطبقة السورية، لم تلجوا إلى الخارج، ما هي الأهمية التي اكتسبها عقد المؤتمر في الداخل السوري؟ عقد المؤتمر في الداخل السوري هو إشارة إلى أننا نمتلك إرادتنا في التحرك، ونمتلك أيضا الوسائل الأمنية التي تحمي لقاءاتنا وتجمعاتنا، وإطلاق هذا المؤتمر من الطبقة هو رسالة لكل السوريين أن بلادنا يمكن بالتعاون وبالتفاهم وبالإرادة الحقيقية أن تتحرر من أطر الإرهاب والتطرف، ويمكن أن تعود إلى السلام والأمان الاجتماعي. وهي رسالة لكل السوريين أن هذا اللقاء هو يمكن أن يتوج في مرحلة لاحقة بلقاء أوسع لكل السوريين، وبتحقيق أيضا المتطلبات التي ينشدها كل السوريين. ألم تواجهوا الصعوبات في عقد المؤتمر في الداخل من حيث وصول الضيوف إلى مكان المؤتمر، عوائق أخرى يمكن أن تكون عائق أمام نجاح هذا المؤتمر في الداخل؟ في الداخل لم يكن هناك عوائق الحقيقة، الذين حضروا من الداخل كان الطريق سالكا، لم يكن هناك أي عقبات أي عراقيل، إلا أن امتناع بعض الوفود من الاتيان إلى المشاركة، والدعوة توجهت لكل الأحزاب المرخصة في الداخل ظروفهم الخاصة أو التأخر في الدعوات وما إلى ذلك، لكن عدد الحضور كان جيدا، إلا أن معارضة الخارج التي وجهنا لها أيضا دعوة الحقيقة لكل سببه الذي لم يعلن عنه، ولكن أعتقد أيضا سبب آخر هو الصعوبة في الدخول إلى مناطقنا من مناطق الحصار التي نعاني منها. نعم، شكرا شيخ. السيدة أمينة، يعني بعد المبارك لك بهذا المنصب الجديد والتمني بأن تقومي بواجبك على أكمل وجه، هل يمكن أن تحدثينا عن الأطراف التي شاركت والأطراف التي دعيتموها للمشاركة في هذا المؤتمر من كتل وأحزاب وشخصيات سورية سواء في الداخل أو الخارج؟ طبعا المشاركة كانت بشكل جيد مثل ما قال الشيخ، نسبة المشاركة وصلت لحوالي 340 عضو بين أعضاء المجلس وضيوف. طبعا الحضور كان من كافة المحافظات السورية، المعارضة السورية في الداخل، قوى سياسية، أحزاب سياسية، منظمات مدنية، فعاليات مجتمعية بشكل عام، وتوجهت دعوات للخارج. يعني المعارض يعني في الخارج كان هناك صعوبات للحضور إلى داخل المشاركة في الحضور، ولكن بشكل عام جميع نستطيع أن نقول جميع أطياف الشعب السوري والمعارضة الداخلية كانت موجودة في مؤتمر الطبقة. هل كان هناك مقاعد أو حضور للأحزاب العاملة في الداخل السوري؟ كانت هناك نسبة مشاركة للأحزاب. ألم تكن هناك تخوفات؟ ألم توجد تخوفات من قبل الأحزاب الناشطة في الداخل السوري في حضور هذا المؤتمر؟ مما منعهم من حضور المؤتمر مثلا؟ يعني هناك قوى وأحزاب شاركت، يعني لو
لم يكن هناك تخوف من الحضور، يعني شاركت وحضرت ولم يكن هناك معوقات في السفر من أجل الحضور إلى المؤتمر. نسبة المشاركة جيدة في المؤتمر. جيدة جدا، يعني حضور 340 شخص يعني كانوا موجودين في مؤتمر. لاحظت سيدة أمينة في المؤتمر تم إعطاء كلمات للمدن، يعني المدن تم كلمة لدمشق، كلمة لحماة، كلمة لعفرين. ما رمزية هذا الأمر في المؤتمر؟ يعني بطبيعة الحال عندما يحضر وفود من جميع المحافظات السورية، يعني هناك ترحيب بهم، وأيضا نعطيهم كلمات من أجل يقولوا ما بداخلهم لهذا المؤتمر. يعني من حق المؤتمر إعطاء كلمات للوفود المشاركة، وحسب يعني تم توزيع الكلمات حسب مناطق الإدارات الذاتية وحسب المحافظات السورية وحسب نسبة الحضور الذين شاركوا في المؤتمر. وحظيت كل المدن بالحضور والكلمات المفاد. نعم. أيضا يمكن للسيد سمير أن يحدثنا بشكل أكبر عن طبيعة القدوم إلى المؤتمر في الطبقة. هل واجهت أي صعوبات في الوصول أو عقبات للوصول إلى مدينة الطبقة؟ وهل لديك أي تخوفات بالعودة لأنك شاركت في هذا المؤتمر؟ أولا يعني أنا بدي أقدم نوع من الشكر لمجلس سوريا الديمقراطية اللي وجهوا الدعوات لجميع القوى السورية لحضور المؤتمر الثالث، وهي كانت خطوة جيدة جدا. هلا أنا شخصيا يمكن كان لي وضعي الخاص أني أنا على تواصل مع الشيخ رياض من فترة طويلة، فأنا على اطلاع دائم كنت بمجريات والأمور بمجلس سوريا الديمقراطية، كنت على اطلاع بالتحولات، لأن مجلس سوريا الديمقراطية تحول مع التغييرات والتحولات الإقليمية والدولية على الساحة السورية، وكان مجلس سوريا الديمقراطية عنده القدرة الكاملة على أنه يمشي مع المتحولات الجديدة ويقدر يعطي شيء كتير جيد للشعب السوري بالأساس، يعني كمكونات كاملة. الحقيقة قبل ما أجي أنا كنت تقريبا على معرفة تامة، خلينا نقول بمجريات الأمور، بالفكرة الأساسية اللي وصلت لها سوريا الديمقراطية بموضوع الحل السوري. طبعا كان في شيء كتير مهم بالمؤتمر، اللي انتبه للمؤتمر هو من أجل حوار سوري سوري، يعني الفكرة الرئيسية شعار المؤتمر، يعني هذا الشعار السوري، الحوار السوري السوري اللي بيعطي عكس الفكرة المأخوذة كانت عن مجلس سوريا الديمقراطية انه هو مجلس انفصالي، هو مجلس تقسيمي، هو مجلس يريد دولة خاصة به. الحقيقة اللي من خلال المؤتمر، من خلال الكلمات ومن خلال نتائجه، وهذا كان الأهم، أنه مجلس سوريا الديمقراطي هو مكون سوري مثله مثل بقية المكونات السورية، عمل على تحرير أراضي كانت موجودة تحت سيطرة الإرهاب الكامل اللي هي داعش والنصرة. هي المناطق حاليا لها نوع من الإدارة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، عم بيقوم بكامل مهامه فيها. واليوم المؤتمر والرؤية الجديدة لمجلس سوريا الديمقراطية هي رؤية الحل السياسي بين السوريين، وهذا هذا المبدأ اجينا نحن. ابدا ما عندنا كان تخوف من الحضور. الفكرة اللي عم يحكي فيها مجلس سوريا الديمقراطية هي شيء نحن نطالب به وكل سوري يطالب به، مطالب الشعب السوري بكل مكوناته. فلعنا كان خوف من الحضور، ما أبدا تعرضنا لأي مشكلة بالحضور، ولعنا أي تخوف من الرجوع، مشان نكون دقيقين، يعني لا أنا ولا بقية المشاركين. نحن جينا على أرض سورية وجينا مع إخوان سوريين عم نتكلم معهم كسوريين وليس كمكون غير سوري، فأبدا ولا عنا أي تخوف. وبالعكس الفكرة اللي شفناها هون، الطروح اللي شفناها هون، هي طروح نحن الحقيقة ملزمين أنه نحملها ونعممها ونطالب فيها، لأنه هي بالبقية بالنهاية هالحقوق اللي عم تنحكى فيها والمشروع اللي ما ينحكى فيه هو مشروع نحن بنشوفه مشروع كل سوري. لازم الشيء اللي شفته على الأرض هو مطابق للفكرة المسبقة اللي كنتم بشكل عن
المنطقة هون ولا؟ قلت لك بشكل شخصي ايه، انا ما كتير لانه كان في تصور دقيق وفي لي علاقة شخصية مع الشيخ رياض من زمان ونحن على تواصل دائم، ولكن الفكرة اللي هي هون واللي شفناها والطروح اللي هون الحقيقة لا هي تختلف عن رؤية المواطن السوري بالمناطق الاخرى. في تصور عن مجلس سوريا الديمقراطي انه مثل ما حكينا هو مطالب بالانفصال، مطالب بالفيدرالية، مطالب انه يكون دولة. الواقع اللي شفناه هون هو لا، وهذا بيعطينا انه نحن نحمل المشروع، مشروع مجلس سوريا الديمقراطي ونعممه ونخلي كل الناس تعرفه. مشروع سوري مجلس سوريا الديمقراطي اليوم هو نحن بنعتبره هو مد يد لبقية كل السوريين، مد يد للتفاوض حتى مع السلطة والحكومة السورية في دمشق حتى ننطلق نحو دولة سورية جديدة ديمقراطية بتغيير قوانينها بحصول جميع السوريين على حقوقهم حتى نبني سوريا الجديدة. هذا اللي شفناه لأ نحن، وبناء عليه نحن بنحمل هاي الورقة وعلى استعداد انه نطرحها بكل مكان. لأجل هذا حضرتم هذا المؤتمر شيخ رياض. إذا كان المؤتمر مؤتمر غني طال ساعات طويلة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11 مساء، قرأتم البيان الختامي ربما قبل منتصف الليل بقليل، ما هي أبرز النقاشات والنقاط التي تم الحديث عنها في هذا المؤتمر؟ المؤتمر طويل أكثر من يوم الأمس لأنه نحن عقدنا لقاءات مع الأحزاب ومع بعض القوى من أكثر من 10 أيام، واعتبرنا أنفسنا قد بدأنا المؤتمر من 10 أيام. كانت هناك نقاشات سابقة للمؤتمر. نقاشات سابقة لأننا كنا في إطار إعداد الورقة السياسية والورقة والهيكل التنظيمي، وهذا الأمر استغرق منا نقاشات كثيرة. ولذلك نحن في المؤتمر لم نناقش الورقة السياسية، لقد تم مناقشتها بجلسات مع الأحزاب بشكل فردي، كل حزب من أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية تم اللقاء معه والتناقش، واستمعنا إلى آرائهم ثم استمعنا إلى ما يمكن أن يضيفوه من أفكار، وكل هذه الأفكار صغناها في قراءة لبداية المؤتمر هي مجمل هذه الأفكار، وهي شروحات أصبحت مضافة على الوثيقة الأساسية التأسيسية لمجلس سوريا الديمقراطية. ولذلك نحن لم نستغرق طويلا في مناقشة الورقة السياسية، ربما ناقشنا بعض الجزئيات خلال مسار المناقشات. المناقشة الأكثر تمت حول الهيكل التنظيمي لأنه كان هناك تجديد في شكل هيكل التنظيمي ليناسب المرحلة القادمة. إذن الفترة الطويلة ليست يعني مجال تفكير منا لأنها كانت محاولة لإعداد مركز لأفكار يمكن أن تقدم في المستقبل بشكل ناضج. ونحن اليوم أيضا نستكمل المؤتمر لأن مسألة المجلس الرئاسي لم تنتهي بالأمس، استكملنا إعداد المجلس الرئاسي اليوم، ولدينا أيضا بعد المجلس الرئاسي يعني بعض التفاهمات حول تشكيل الهيئة التنفيذية التي تم مناقشة الأساسات الأولى لشكل عملها، ويمكن أن في لقاء قادم قد يكون في نهاية شهر آخر نطرح الأسماء بشكل واضح وتشكيل الهيكلية للجسم التنفيذي الذي هو الهيئة التنفيذية لتبدأ عملها في المستقبل. شيخ رياض، ألم تظهر خلافات أثناء المؤتمر بين الكتل والأحزاب المشاركة في المؤتمر؟ بدأت آراء وهي ليست خلافات، هي آراء، والحقيقة الجو الديمقراطي الذي ساد في الحوارات هذا من الأجواء التي تبشر بالخير بيننا كسوريين. الأحزاب التي شاركت كانت تشارك بفاعلية وتطرح آراءها المخالفة، ويتم الجواب على الآراء المخالفة بطريقة مقنعة، وتحاول أن تتعامل بشكل عقلاني مع المسائل المستجدة.
لم يكن هناك أي خلافات، كان هناك رأي ورأي آخر ويتم استكماله، لأن أصل مشروعنا تحدثنا عنه من الأول أنه توافقي ويقوم على التوافقية الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، وكل مجريات الحوار الذي حصل والنقاش الذي حصل بما فيه ما جرى اليوم حول المجلس الرئاسي أعتقد أنه شيء من فعاليات العمل الديمقراطي الذي نحن نستبشر ونتفائل بنتائجه. نعم سيدة أمينة، في المؤتمر لاحظت أثناء قراءة المشروع السياسي من خلال كلمة الرئاسي المشتركة ورود مصطلحات مثل العلمانية الديمقراطية واللامركزية الديمقراطية. كان كما نعلم كان هناك في وقت سابق الحديث يتم الحديث عن اللامركزية السياسية، هل يمكن أن نعتبر أن مجلس سوريا الديمقراطية قد تراجع عن أهدافه السابقة بلغو أو حذف كلمة السياسي من كلمة اللامركزية وتركها معلقة هكذا من دون توصيف؟ يعني هذا السؤال يعني الشيخ كان يقدر يتوسع فيه أكثر. يعني مفهوم الديمقراطية يعني اللامركزية الديمقراطية هو يعني غير محدد، يعني الديمقراطية يمكن مستقبلا يجوز التفاوض فيها في أشكالها المختلفة إذا سميناها بتسميات أخرى مثلا لامركزية إدارية، فنحن مجبرون نتفاوض في هذا الإطار فقط، أو الديمقراطية مثلا بأي مصطلح سياسي مثلا أو بأي شكل كان، ولكن اللامركزية الديمقراطية تعطي دلالات انه يعني طريق يعني طريق يعني المجال مفتوح مجال مفتوح للتفاوض في اي شكل كان من اشكال اللامركزيه، لا نحصر حالنا فقط في اللامركزيه الاداريه او اللامركزيه السياسيه او اللامركزيه غير مجالات، ولكن اللامركزيه الديمقراطيه تعطي وجهات نظر مختلفة وتوسع في النقاشات وفي التفاوضات إذا جرت في المستقبل. نعم تحقق المركزية اللامركزية الإدارية أهداف مجلس سوريا الديمقراطية؟ هل يمكن لمجلس سوريا الديمقراطية مثلا أن يحقق مشروع بأقل من اللامركزية السياسية؟ هل هو منفتح على كافة الخيارات المطروحة؟ يعني حاليا الإدارات الذاتية المدنية يعني هناك نوعا ما يعني تدير أمورها الإدارية بنفسها، ولكن من الناحية السياسية المجلس سوريا الديمقراطية هي كمظلة سياسية لهذه الإدارات الذاتية يجب أن يكون هناك يعني اتخاذ قرار من قبل مجلس سوريا الديمقراطية. يعني القرارات تتخذ بنقاش وبشكل بنقاش يعني أعضاء المجلس التأسيسي من مختلف أطياف المجتمع السوري من القوى السياسية من الأحزاب من الفعاليات المجتمعية هي التي تقرر يعني الوضع السياسي أو التفاوضات السياسية في المستقبل، ولكن كل هيئة كل إدارة ذاتية بإمكانها من خلال عملها أو خلال استقلاليتها الإدارية أن تفاوض على الناحية الإدارية. أنتم منفتحون على الحلول بكافة أشكالها وأنواعها. يعني مجلس سوريا الديمقراطية منذ تأسيسه في 2015 هو منفتح على الحوار والتفاوض، خاصة الحوار السوري السوري، يعني الحوار يكون من داخل السوري ومن قبل القوى. أنتم لا تضعون شروطا مسبقة لأي حوار أو أي عمل. طاولة المفاوضات هي التي تحدد الشروط، إذا أي طرف وضع شروط فهذا دليل أنه لن يفاوض. نعم. إذا وضع شروط فدليل أنه المفاوضات سوف تكون عقيمة، ولكن طاولة المفاوضات هي التي يعني تتحكم بمسارات النقاش، ما يطرح على هذه الطاولة كل الأطراف له خيارات بالقبول أو بالرفض وتبادل وجهات النظر. إذن يعني التفاوض من غير بشكل مباشر هو الأنسب، كل الأطراف التي تجلس على هذه الطاولة تطرح آرائها ومقترحاتها ومشاريعها وبالنقاش حول هذه المشاريع، إذا اتفقت إرادة الجميع على هذه المشاريع فهي التي تقبل في النهاية. إذن تتخذ القرارات بشكل توافقي بين جميع المكونات في أكيد. المجلس. نعم أستاذ سمير، إذن أنت تحدثت قبل قليل عن أن هناك صورة سلبية ربما في أذهان بعض السوريين في الطرف الآخر أو في هذا الطرف نتيجة الآلة الإعلامية التي عملت على ربما شيطنة الآخر. كيف يمكن مد جسور الثقة بين دمشق وبين مجلس سوريا الديمقراطية، بين ما يدعى بشرق الفرات أو الطرف الآخر؟ كيف يمكن إعادة اللحمة السورية من جديد وبناء جسور الثقة بين السوريين؟ حقيقة الدعوة مجرد الدعوة اللي تمت على حضور
بقية الأطياف السورية لحضور مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، وحضور مجموعة من الأحزاب المرخصة، مجموعة مستقلين، مجموعة معارضين. وبكرة حيكون في لقاء ما بين قيادة مجلس سوريا الديمقراطية وما بين الضيوف اللي اجوا اللي هني من بقية السوريين. حقيقة يعني حتى كلمة ضيوف اليوم ما بقى تنطبق عليهم، خلينا نقول شركاء. لا لا لا، مش كشركاء مدعوين، كشركاء مدعوين غدا الى الطاولة. يعني نحن منلك جميع مدعوين على هاي الطاولة لينفتح الحوار الاول ما بين مجلس سوريا الديمقراطية وما بين هاي البقية السوريين اللي اجوا موجودين هون. لا من هون يعني مثل ما قالت سيدي انه موضوع ينحصر مجلس سوريا الديمقراطية ضمن كلمات محددة، فهذا ما بيجوز حتى بموضوع اللامركزية او بغيرها. اليوم مجلس سوريا المنفتح على كل السوريين بده يقعد معهم يفتح معهم حوار سوري سوري، هذا بيعني انه بده يكون عنده الذهنية المنفتحة على كل شيء. طالما هو الهدف الرئيسي بناء، هو جزء بيعتبر حاله من سوريا، هو جزء من المكون السوري، هو عم بيمشي بده بقية المكونات لبناء سوريا الجديدة، بده يفتح ومادد اليد خلينا نسميها حتى للتفاوض الكامل مع الحكومة الموجودة السورية الموجودة بدمشق، لفتح باب التفاوض على كل شيء بدون أي شروط. يعني هذا المبدأ اللي نحن جينا عليه، وهذا المبدأ اللي الحقيقة اختتم عليه المؤتمر. يعني بيان المؤتمر يؤكد على هاي النقاط تحديدا اللي هي الحوار السوري السوري، الانفتاح على الجميع، المطالبة باللامركزية، دولة ديمقراطية، يعني كل هاي النقاط اللي هي نقاط مشتركة، وهذا بيفتح هلأ باب الحوار مع بقية السوريين كلهم. اليوم الحقيقة يعني في شيء لازم يحمله كل شخص حامل الهم السوري. يعني هالمجموعة اليوم اللي موجودة اجت كضيوف وبكرة حيكون بينها حوار، هي يقع على عاتقة اولا وقت اللي بترجع كل مين لحزبه لقيادة حزبه لمنطقته يحكي بكل صدق شو هو اللي توصل فيه وشافه من مجلس سوريا الديمقراطية. وهذا بده يفضل، وعلى مجلس سوريا الديمقراطية الحقيقة العمل الجدي كمان الكان الإعلامي والكان من خلال العلاقات أو مكتب العلاقات العامة اللي بده يصير عنده، أنه يحاول التواصل مع جميع الأطياف في الشعب السوري والمكونات السورية وحتى مع الحكومة السورية لفتح هذا الباب، ليبين تماما شو هي مطالب مجلس سوريا الديمقراطية، ليبين أنه هو أحد مكونات الشعب السوري الموحد، ما عنده أي فكرة أبعد من ذلك. هلأ موضوع بكل مكون أو بكل منطقة لها مطالبها، لها نقص بحقوقها وإلى آخره، هذا أمر كثير طبيعي وهذا موجود عند كل مكونات الشعب السوري. مشان نكون يمكن كل منطقة لها متطلبات تختلف عن الأخرى ليس إلا يعني، ولكن هذا بيعطي أنه بالنهاية يكون في تكاتف وتلاحم، توحيد مطالب والدخول مثل ما قالوا يعني ومثل ما حكى لنا ومثل ما كان بيان المؤتمر، دخول المفاوضات بدون شروط. يعني هذا بيعطي بتصور الأريحية لأي مواطن سوري، ويفترض أن يعطي الأريحية حتى للحكومة السورية لفتح باب التفاوض. ونحن بنأمل، يعني أنا شخصيا بأمل جدا أو حتى بشوف أنه هذا الباب رح ينفتح، لأنه بدنا نقول رئيس الجمهورية هو من لسانه يعني أعطى أنه في باب للمفاوضات يمكن أن يفتح مع مجلس سوريا الديمقراطية، وكان الجواب اللي شفناه مباشرة من مجلس سوريا الديمقراطية أنه نحن جاهزين للتفاوض وبدون شروط. هذا هي اسمها سياسة مد اليد، مو وضع العراقي، يعني هذا فتح الباب ومد اليد. نحن اللي هلأ نتأمله أنه نقدر من ناس وصلت اجت لهون شافت ناقشت فهمت انها تكون خلينا نقول بالمبدأ جسر بفتح هي الابواب الكان حتى مع بقية المكونات السورية والكان حتى مع الحكومة السورية، لنقدر نوصل لشيء فعلا يفيد الشعب السوري ككل. لانه الحقيقة انا اليوم ما فيني اشوف الشعب الموجود هون بكل مكوناته، يعني هلا بالنهاية المنطقة
مجلس سوريا الديمقراطي هي ليست منطقة كردية، هي منطقة كردية وعربية وسريانية وآشورية، ففيها تنوع مثل كل التنوع الموجود بكل منطقة بسوريا. أنا ما شفت دولة للأكراد، ما شفت مطالبة بدولة للأكراد، ما شفت الأكراد منحصرين أو منغلقين على نفسهم وهني شايلين بقية المكونات على جنب. أنا جيت وشفت ودرت بالمنطقة ككل، الحقيقة الكل هو مع بعضه، الكل عايش مع بعضه، الكل حتى بالمؤتمر كان كل المكونات موجودة تبع المنطقة، والكل كانوا متفقين على رأي واحد، والكل وبالعكس. يعني حتى شفت مؤتمر لأول مرة بحضر مؤتمر سوري بيكون بهالهدوء، بيكون فيه النقاش. الحقيقة صار فيه نقاش ونقاشات جدية، ولكن ما كان في توتر، ما كان في خلاف، كان في اختلاف بوجهات النظر، ولكن كان يصير عليها نقاشات وبالأخير يؤخذ قرار، وإن اضطروا أحيانا بالتصويت. وقت اللي يخسر صاحب الرأي بالتصويت لقيه مبتسم، خسر. يعني هي نقاط كتير جيدة يعني، وبالعكس هي تجربة يعني أتمنى أن تعمم مع كل سوريا. فنحن بمرحلة، أتوقع نحن بمرحلة جديدة حيكون إن شاء الله يعني مجلس سوريا الديمقراطي هو جزء من هالمكون السوري ككل. كلنا نتمنى ذلك. شيخ رياض، يعني الأستاذ سمير تحدث عن الأسس المؤسسة للحوار ولنجاح هذا الحوار والتفاوض في حال حصل. يعني في الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت كثيرا عن فتح أبواب التفاوض بين الحكومة السورية وبين مجلس سوريا الديمقراطية. يعني ما مستوى هذه التفاوضات؟ ما جدية هذه الأحاديث التي يتداولها الشارع السوري؟ التفاوض الحقيقي بالمعنى السياسي لم يبدأ بعد، لكن هناك بعض التواصل بين المجالس المحلية وبعض الشركات المعنية بمسائل تقنية، خاصة في مسألة سد الفرات ومسألة تصليح العنفات وعودة الإدارة للعمل، لأن لديها عقود تستطيع من خلالها أن تباشر الإصلاح. وبالتالي أيضا هذا يتعلق بمسألة الكهرباء التي تعاني منها سوريا ويعاني منها الشعب السوري، الانقطاع الدائم في كل مناطق هذا يمكن أن يخدم، وهي بوادر لزرع الثقة بين كل المبادرين لاتجاه التفاوض. أنا أعتقد هذه وسائل أولى يمكن أن تحرك عوامل زرع الثقة، ويمكن أن يلحق بها مسائل تتعلق بالصحة، مسائل تتعلق بالتعليم، مسائل تتعلق بمسألة النفوس وإدارة النفوس. هذه المسائل كلها خاصة بحاجات الناس اليومية، ربما بعدها يبدأ الحل أو التفاوض السياسي الذي يحتاج إلى إرادة قوية من الجميع لنجلس على طاولة التفاوض ترسم السياسات القادمة للسوريين، لأن حاجات السياسة السورية ليست كما بدأت أحداث الانتفاضة في بداية 2011. هناك كانت مطالب شعبية كثيرة كان يمكن أن يستجاب لها بطريقة سياسية، الحل الأمن العسكري الذي صار ثم التسليح من قبل المعارضة، كل هذا أدى إلى هذا الانفجار الذي أساء للسوريين ولحضارة السوريين ولتفاعل السوريين مع بعضهم. الآن نحن نحاول أن نعيد الدورة من جديد إلى شكل التفاهمات الديمقراطية والوسائل الحوارية الحضارية. هذا يمكن أن يبدأ خطوة خطوة، قد يطول قليلاً، لكن على الأرض لم يتحقق شيء من ذلك حتى الآن، وليس من داعي لأن نكرر أقوال الصحف التي فيها كثير من الهدف الإثاري، يعني سواء كان من جهة المعارضة أو من جهة صحف النظام. لا داعي، يتحدثون أن هناك اتفاق تم وانتهى وأن الأمور انتهى. لا داعي لمتابعة هذه الإشاعات، لأن هذه الإشاعات دائما تبدأ عندما يكون هناك حركات يعني كبيرة في التاريخ. نحن حركتنا التفاوضية أنا أعتقد أنها حركة تاريخية، أولا تقوم على الفشل الذي جرى بين النظام والمعارضة الخارجية. هذا الفشل بعد جنيف 8 وجنيف 9 وأستانا ما بعرف عددهم، هذا كله مسارات فشل. نحن نريد أن نسير، وهذا هو الدورة التاريخية الجديدة التي تقول يمكن للسوريين أن يتفاوضوا بشكل آمن ومسالم. ونحن رفعنا شعارنا في المؤتمر أنه نحو حل سياسي،
إذا نحن بكل جرأة نقول نحن مع الحل السياسي ولسنا بصدد الاستعراضات ولسنا بصدد رفع الشعارات المناهضة. نعم. سوريون كلنا نعمل من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري. نعم، شكرا شيخ رياض. أنسة، مينا الشيخ رياض تحدث عن نقطة جدا مهمة، أن المفاوضات السابقة بين حكومة دمشق وبين المعارضة فشلت جميعها، سواء في أسيتانا وجنيف 1-2 حتى 8. ما الذي يجعلكم متفائلين في حال حصلت مفاوضات هي لم تحصل إلى الآن كما تحدث الشيخ رياض؟ هل هناك ما يدعو للتفاؤل بنجاح هذه المفاوضات؟ يعني كما ذكرتم، يعني فشل مفاوضات أو الاتفاقات الدولية وحضور الأطراف التي حضرت إلى هذه الاتفاقات وعدم جديتها في إيجاد حل شامل للأزمة السورية، طبعا يعني هذا يستدعي بالضرورة إيجاد بدائل من الداخل السوري. يعني يجب أن يكون هناك حلول داخلية، حلول وطنية من أجل إيجاد حل سياسي لسوريا، خاصة كما ذكر الشيخ أنه الحلول العسكرية لم تأتي بنتائج جيدة، بالعكس جميع نتائج كارثية كانت على الشعب السوري وزادت من معاناة الشعب السوري في القتل والتهجير ودمار سوريا. لذلك مجلس سوريا الديمقراطية تتبنى حل سياسي شامل من أجل حل الأزمة السورية، وهذا الحل الشامل يتم عن طريق التفاوض أو عن طريق عقد مؤتمر وطني لجميع أطياف الشعب السوري. بهذا المؤتمر يكون يضمنون حقوقهم سواء على مستوى الأحزاب أو المكونات، مجمل الشعب أطياف الشعب السوري هم الذين يقررون مصيرهم عبر دستور ديمقراطي يوضع لسوريا جديدة ضامنة لحقوق جميع المكونات. لذلك تحدثت عن أنه بالخارج كان هناك قوى إقليمية، هل كان لتدخل القوى الإقليمية بتلك الاتفاقيات أو ربما ارتباط المعارضة السورية بأجندة إقليمية أدى إلى فشل هذه المؤتمرات؟ يعني كل قوى في الدول المعارضة محسوبة على هذه الدول، كل دول مثلا بالوكالة هي يعني تدار حربها في سوريا أو تدعم معارضة سورية أو تدعم جهات معينة، ولكن أثبت هالشيء أنه من خلال مصالحها، مصالح الدول هي التي تتفق، وبالأخير هي الدول تخلت عن حلفائها في الداخل سواء كان معارضة أو أي جهة كانت. لذلك المعارضة السورية وجدت نفسها يعني لا خيار أمامها، يعني المعارضة بصراحة لم نجد نرى معارضة، لا توجد معارضة كما تسمى نفسها، لأنها كانت مرتبطة بأجندات خارجية. والشيء هذا أثبت أنه الدول تراجعت عن مساندة ودعم هذه المعارضة، لم يتبنوا مشروع سوري، كان مشروع إقليمي. أكيد، ومجلس سوريا الديمقراطية الآن هو منذ تأسيسه تبنى مشروع ديمقراطي يخدم جميع أبناء الشعب السوري وليس فقط الشمال السوري، هو مشروع وطني كامل لجميع مكونات الشعب السوري. لذلك يعني منذ تأسيسه إلى الآن ودعوته للتفاوض لحوار سوري سوري بناء يستقطب جميع المعارضات الموجودة في الداخل أو سواء بالخارج، لأن بالوقت الحالي لا توجد أي مشاريع بديلة عن مشروع سوريا الديمقراطية الذي هو مشروع ديمقراطي حقيقي يخدم سوريا. هنا نقطة مهمة، أنتم منفتحون على التفاوض مع الحكومة السورية، هل أنتم منفتحون أيضا على ضم شخصيات من المعارضة في حال لجت إليكم للانضمام إلى مشروعكم؟ يعني نكون صريحين، يعني المعارضات إذا مثلا هناك معارضات لها مبادئ مختلفة، لها وجهات نظر مختلفة، تتبنى عقائد مختلفة، هناك أيضا شروط للانضمام إلى هذه إلى مجلس سوريا الديمقراطية، بشرط أن لا تكون ايديولوجياتها ونظرياتها تتعارض مع ما تنادي به مجلس سوريا الديمقراطية ومع مشاريعها الديمقراطية. إذن لا نسمح بمعارضة تعادي مجلس سوريا الديمقراطية وتطلب الانضمام إلى مجلس سوريا الديمقراطية بحال آمنوا بهذا المشروع. إذا آمنوا، إذا شفنا بالمستقبل تغيير في وجهات النظر أو قبول مشاريع سوريا الديمقراطية كما هي المطروحة، كما هي من غير التعديل، من غير ما يكون هناك مخالفة للأنظمة النظام الداخلي لمجلس سوريا الديمقراطية،
يعني عن طريق التفاوض وجلوس إلى طاولة المفاوضات هي التي ستحدد مصير هذا الموضوع. منفتحون أيضا على ذلك. منفتحون. نعم. طالما الحوار سوري نحن منفتحون على كل الأطراف. نعم أستاذ سمير نعود إليك. يعني من خلال يعني اطلاعك بشكل كامل على هذا المشروع وعلى هذه التجربة، ما هي أبرز نقاط القوة التي تراها في هذا المشروع؟ الحقيقة أبرز نقاط القوة عفوا سأبدأ من حيث انتهت سيد رئيس المشترك، ف وبدي زيد شوي بس بالبداية على ما تكلمت به. قوة مشروع سوري، مشروع مجلس سوريا الديمقراطية الآتي: التفاوض الذي كان يتم بين الحكومة السورية والمعارضات في الخارج هي بناء على جسم معارض مبني على توافقات دولية وليس على توافقات سورية. الوفود التي تفاوض الحكومة السورية إن كان بجنيف أو بأستنة هي وفود مركبة حسب الدول التي بعثت بها لهذا التفاوض. مشروع المنطلق من هنا هو مشروع سوري يعتمد على التحالف مع القوى السورية ككل. أنا شخصيا واللي إجوا جينا بناء على ورقة بالنهاية في مشروع نحط أمامنا. هذا المشروع يتوافق مع رؤيتنا اللي نحن بالداخل وإجينا، فبناء على بنود 1-2-3 المشروع السوري، عدم الحوار السوري، الدولة السورية الموحدة، الدولة الديمقراطية وإلى آخره. بناء على بنود محددة نحن جينا وصار في هذا، أنا اعتبرته مد يد، لأنه هذا المشروع المطروح من مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع فيه يكسب كل السوريين بكل أطيافهم بكل هيئاتهم المعارضة. اليوم أي جسم معارض في الخارج أو في الداخل أو بأي هيئة يقبل هذه الورقة، فأنا أكيد أنه المجلس السوري حيرحب به، الديمقراطية بده يرحب بهذا الجسم، لأنه بالنهاية بالسياسة في القبول والرفض هو بناء على ورقة محددة في شروط، وقت اللي بيكون الرؤية ضمن هذه الورقة قوة المشروع بالورقة المطروحة، قوة المشروع بهالورقة اللي صرنا نشوف حالنا كأي سوري كمكون سوري هي بتعبر عنا، اللي بتخلينا انه نحن عم نشوف صرنا مجلس سوريا الديمقراطي جزء منا، هو جزء من سوريا، هو مكون سوري نحن وياه بخندق واحد. اثنين، الحالة او النقطة اللي تحدث عنها الشيخ رياض، عدم السلاح. موضوع السلاح هو ما خرب الامر في سوريا. مجلس سوريا الديمقراطي اليوم ما عم بيحمل السلاح على السوري، هو حمله ضد داعش تحديدا، يعني حمله ضد ارهاب، هو كان حمله وشفنا وبرهن انه هو حمله ضد مثل اي تحالف الدولي اللي حتى الحكومة السورية فيه ضد الارهاب، يعني عشان نكون دقيقين. اليوم عم بيقول لك السلاح نحن لهون وبس، نحن اليوم خلصنا من الارهاب، نحن بدنا نفوت بالتفاوض، نحن ما جايين نحارب ولا جايين نقاتل ولا جايين بدنا بالقوة نضم السوريين الاخرين. نحن عم نضمهم بناء على مشروع، نحن عم نمد ايدنا لهم بناء على 1-2-3-4. فقوة المشروع من هون تنطلق، من هي البنود اللي هي تعبر عن السوريين حقيقة. شكرا استاذ سمير، هي نقاط مهمة جدا. الشيخ رياض، ايضا يمكن كان هناك مصادفة ام هو توقيت لم يأتي على سبيل المصادفة، انعقاد قمة ترامب بوتين في نفس توقيت المؤتمر في نفس اليوم، وتم التطرق إلى الوضع السوري وتم الحديث عن ضرورة الحديث عن حلول سياسية وأن الحلول العسكرية لم تعد مجدية، ألن يعطي ذلك دفعا لمشروعكم؟ نحن متواصلون مع قوات التحالف، مع من يمثلها سياسيا،
وبتصوري هم يعطونا أيضا إشارات إلى إيجابية توجهنا التفاوضي، لأن أصل اللقاء مع قوات التحالف هو مواجهة الإرهاب، وهذا هو الاتفاق المبدئي المعلن بيننا. الموقف السياسي نحن كسوريين نحن من يقرر ذلك وليس أحد آخر. إذا جاء لقاؤنا في المؤتمر بنفس موعد اللقاء الحقيقة هي صدفة، لأننا بالأساس نحن قبل أن يعلن موعد المؤتمر بين ترامب وبوتين نحن كنا قد حددنا هذا الموعد، حددناه بدون أي ارتباط حول فكري حول مسألة الموعد. وهذه المصادفة نعتقد أنها أيضا مصادفة جميلة، لأنها خرجت بنفس المخرجات التي نهدف نحن لها. هناك حل سياسي على الجميع أن يدعمه، ولذلك نحن أيضا نقول هذا الحل السياسي الذي ننشده يجب أن يكون له الضامنان الأكبران في الدول في العالم، وهم روسيا وأمريكا. لا نريد أن نحاجج بعضنا لماذا نحن وقفنا إلى جانب أمريكا والآخر وقف إلى جانب روسيا. هذه مسألة احتاجها الظرف، عندما احتجنا إلى التحالف كان هناك هجمة إرهابية لم يساعدنا فيها أحد، وبالتالي الطائرات الأمريكية التي وقفت معنا في كوباني وساعدتنا وجعلتنا نبدأ نقطة الانتصار والالتفاف على داعش ومشروعها، هذا مشروع كان ضروري في وقته، ولا يستطيع أحد أن يحاججنا لماذا وقفنا ولا ينظر علينا بالإيديولوجيات عن مسألة العمالة ومسألة الارتباط. ونحن لا ندين أحد أيضا اتخذ موقفه عندما وقف إلى جانب روسيا أو إيران وقال يجب أن نأخذ هذه المساعدات من أجل مواجهة الخصوم والأعداء. إذن هناك رؤية مشتركة، الظرف هو الذي أدى إلى اختلاف مد اليد. نحن الآن نقول على الطرفين الضامنين للحل في سوريا أن يقفوا إلى جانب الحل السياسي، وبالتالي مشروعنا هو مشروع عدم صراع أيديولوجي في المرجعيات. هناك مصالح بين السوريين نحن نتبناها، ولا نريد أن نختلف مع أحد أيديولوجيا، هذا حقه المشروع أن يتبنى الأطر الأيديولوجية التي يريدها، لكن في مسألة المصالح السورية على الأيديولوجيا أن تقف جانبه حتى لا تقف في مسارنا وطريقنا الذي يحقق الأمن والأمان والاستقرار للسوريين. الإيديولوجيا سواء كانت دينية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت من هذا الجانب أو هذا الجانب يجب أن تتوقف لبناء الشخصية الذاتية. ما نحن لا نريد أن نبني شخصيات الناس، لكن نريد أن تكون المصلحة قبل كل شيء، وهذا هو الذي يوجه سياساتنا ويوجه عملنا السياسي في المستقبل. نعم شيخ رياض. السيدة أمينة أيضا نأتي إليك. ضمن نقاشات المؤتمر، نعود إلى المؤتمر وأيضا نعود إلى نقاشات المؤتمر، هل تحدثتم عن وضع المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي، المناطق الممتدة من جرابلس الباب مرورا بعفرين وإلى إدلب؟ هل تم التطرق إلى وضع هذه المناطق، وما موقفكم من الاحتلال التركي لهذه المناطق؟ طبعا موقف مجلس السورية الديمقراطي بشكل عام من احتلال اي جزء من سوريا هو اعتبار خرق للسيادة الوطنية. طبعا نحن نندد باي احتلال لاي جزء من سوريا كان. طبعا موضوع عفرين مختلف قليلا، لانه موضوع عفرين جرى عبر صفقة او اتفاق روسي تركي، يعني امام صمت المجتمع الدولي، كان هناك تخاذل من المجتمع الدولي، وهذا الاتفاق تم بهذا الشكل لمدينة آمنة لم يكن يوجد فيها لا تنظيمات إرهابية، وشعب مسالم يعيش في هذه البقعة الجغرافية. وما جرى هو اتفاقات تبادل في الاتفاقات، اتفاق روسي تركي غوطة مقابل عفرين، والآن يجري أيضا اتفاق أمريكي روسي غوطة مقابل خروج إيران. يعني اتفاقات سياسية دولية يعني همها الأول والأخير هو تحقيق أكبر المكاسب داخل سوريا، ولا يهمها مصير الشعب السوري إلى أين يتجه. ما يعانيه الشعب في عفرين بعد مقاومة استمرت شهرين وبعدها تم الاحتلال التركي بواسطة مثل ما قلنا اتفاق روسي تركي، ولكن مجلس سوريا الديمقراطية
تبنى مقررات مؤتمر تحرير عفرين الذي عقد في الشهر المنصرم، وهذه المقررات من أولوياته تحرير مدينة عفرين وعودة سكان عفرين إلى مدنهم الأصلية. مجلس سوريا الديمقراطي كان مشارك في هذا المؤتمر، تبنى مقرراته لأنه هو النظالة السياسية لجميع شمال سوريا، فمن الطبيعي أن يتبنى مقررات كونفرانس تحرير عفرين والمشاركة أو في المراحل القادمة مستقبلا ثم يكون توجه لتحرير هذه المدينة بأي شكل. مجلس سوريا الديمقراطية عن طريق قوات سوريا الديمقراطية هي التي تحدد آلية عودة السكان إلى مناطقهم وإخراج الاحتلال من هذه المدينة. هل توثقون ما يجري في المدينة من عمليات تغيير ديموغرافي وخطف واعتقال؟ أكيد يتم توثيق الأمر. أكيد مجلس سوريا الديمقراطية عقدت ندوة يعني حقوقية في هذا المجال، ودعت إليها جميع الحقوقيين والمحامين في الشمال السوري، وهذه الندوة كانت هي توثيق لجميع الانتهاكات التي حصلت في مدينة عفرين، وتم وضعها في ملف خاص وأرشفتها وإيصالها إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحاكم تركيا عن الجرائم التي تقترفها بحق الشعب في عفرين. إذن أنتم لستم صامتون عما يجري في مدينة عفرين؟ لا يجوز أن نبقى صامتين، لأنه عفرين جزء من الشمال السوري وهي مدينة سورية واحتلت بطريق غير شرعي. يعني نحن مجلس سوريا الديمقراطية كما حال جميع المناطق التي حررتها من تنظيمات الإرهابية يقع على عاتقه أيضا في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من تحرير المناطق في شرق سوريا، يجب عليه أن يتوجه إلى المناطق المحتلة الأخرى التي احتلت مؤخرا وتحريرها. نعم، في الحقيقة لم يبقى لدي الكثير من الوقت. السؤال الأخير وجهه إلى الأستاذ سمير، يعني انطباعك الأخير عن هذا المؤتمر، هل تعتبر المؤتمر كان ناجحا؟ كان المؤتمر ناجحا بالفعل؟ المؤتمر كان ناجح من الدرجة الأولى وليس ناجحا فقط، وكان لي شرف حضوره ولشرف التعرف بالمنطقة ككل والرؤية الكاملة لمجلس سوريا الديمقراطية، وإن شاء الله حتكون الأيام القادمة هي أيام خير على سكان هالمنطقة ولا سكان سوريا جميعا، وأملي الوحيد إن شاء الله ورؤيتي إنه حيكون مجلس سوريا الديمقراطي هو جزء من سوريا ككل وليس هو مجلس سوريا الديمقراطي الموجود في الشمال السوري. شكرا لكم، كان هناك الكثير من الأحاديث التي يجب أن نتحدث فيها لكن الوقت لم يسعفنا، نتمنى أن نستضيفكم في حلقات قادمة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم الدكتور رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، شكرا لك، والسيدة أمينة عمر أيضا الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، والأستاذ سمير هبواش عضو المجلس الرئاسي في مسب. متابعينا ومشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.